أحلى صباح من الأشرفيه. اليوم مشوارنا حيكون في ساحة ساسين بالأشرفيه. واحدة من أهم المناطق ببيروت. يوم الأحد والطقس كتير شوب. بما أنه نحن بآخر جولاي نصف فلكين، منطقة أنا شخصياً كتير بحبها وإلها ذكريات كتير حلوة عندي شخصياً. لكل اللي بيحطوا كومنتس إنه بلد فاضي وبلد مهجور، نحنا يعني أنا إجمالاً بعمل الوكس بعملهم سندايز لأنه ما بيكون في عالم أصلاً كتير، كله بالجبل والبحر لتشوفوا أكثر المناطق الشوارع، يعني هيك أحسن ما تكون عجقة أو عالم كتير. فهيدا الكونسبت من الوكس تبعونا يوم الأحد لما ما يكون في عجقة، هيك بتشوفوا أحسن وأكثر المناطق والشوارع. هاي ساحة ساسين، كتير حلوة. هلا تغيرت شوي، تغيرت من ناحية المحلات، صار لي زمان ما جيت هون، كذا محل سكر وفتح محل غيرهم، بس بعد المنطقة مثل ما هي. هون كان في بي تو بي بتذكر money transfer. هات لنقطة بقى بعضهم هون فاتح، خلونا نفوت شوي من هون قبل ما نلف. KFC سكر،
فاير بوكس بعده فاتح. في دونك نسكر obviously. ايه اجمالا يعني محلات فتحت محلات سكرت that's it. كان في هاردس شكله سكر فتح محمد اساسي جديده. هاي ABC اشرفيه من اهم ABC لوكيشنز بلبنان. يعني اجمالا هو ABC فردان احسن شيء بس هون اقدم من ABC فردان منيح. يعني بعدنا ضمن الأشرفية بس منكون خلص مشوارنا بساحة ساسين. بس حنمرقكن بهالشارع الضيق قبل ما ننهي الفيديو تبعنا ونشوفكن بفيديو جديد. ما تنسوا أهم شي سبسكرايب بالشانل، لايك اكيد وكومنت، كله بيساعدنا للالجوريثم تبع اليوتيوب نضل قادرين نعملكم هول الفيديوز ونروح محلات ونكتشف قصص جديدة. أكيد شير، ما تنسوا تعملوا شير للفيديوز، هذا بيساعد كمان كتير.